الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أحمده كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العلم سبب للهداية والأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أهل العلم وأتباعهم يدافع الله عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. بأهل العلم والعاملين به يحفظ الله البلاد والعباد. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، إلى أن قال جل وعلا: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فرق بين أهل العلم وأتباعهم وبين أهل الهوى وأتباعهم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ إخواني، تحفظ حكومات الدنيا في مختلف العصور والأماكن تحفظ الأمن بالجنود، ويحفظ المسلمون الأمن بالعلم وأهله. فإذا انتشر العلم كفت أيدي الناس عن ظلم الآخرين. فإذا علم الناس حقوق الآخرين عليهم وما لهم من الواجبات، اكتفوا بما يجب عليهم وأدوا ما عليهم من حقوق وكفوا عن حاجات الآخرين. إذن نشر العلم سبب لكل خير، والجهل سبب لكل خلل. ولنضرب من تاريخنا أمثلة لهذه القاعدة، وهي أن العلم سبب للأمن، وأن الجهل سبب للخوف. انظر في أثر الجهل على أصحابه. المأمون خليفة من خلفاء الدولة العباسية، ورث دولة من هارون الرشيد تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجاهد في سبيل الله، ولكن لم يكن له حظ من العلم الشرعي، كان له حظ من الثقافة المترجمة، فحرص على ترجمة العلوم ونشر الثقافة، ولكنه آذى أولياء الله بنشر البدع المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم والتابعون لهم بإحسان. إذن المأمون رغم وراثته دولة مستقرة ورغم ثقافته الواسعة، إلا أن الخلل في الأمن الفكري وصل في زمنه وفيما بعده إلى درجة جلد فيه الإمام أحمد، وخاف فيه أهل العلم من أن يتكلموا بالحق، ولكن الله بالمرصاد لأعداء دينه وأعداء سنته، فلم يلبث ربنا جل وعلا أن غير الحال بعد أن تولى المتوكل رحمه الله الخلافة، فرفع الفتنة ونشر السنة، فرحم الله المتوكل وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. إذن الجهل
سبب للخلل، ومن رأى نفسه ندا لأهل العلم وهو لم يجلس لطلب العلم على أهله فلا شك أنه هذا من نفخ الشيطان به. يقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالرفعة تكون بالعلم والعمل، أما العلم دون العمل فإن الرفعة لمسكين في هذه الدنيا إنما هي رفعة مكر، والله تعالى يمكر بالماكرين يخادعون الله وهو خادعهم وما يخدعون إلا أنفسهم. إذن هذا المثال يبين لنا أهمية العلم وأنه سبب في تحقيق الأمن الفكري والأمن في حياة الناس. المثال الآخر يبين أن العلم ونشره سبب لاستثباب الأمن وانتشار الآمال الطيبة. مثال ذلك الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، رغم أنه ورث دولة مشتتة متفرقة إلا أنه بتوفيق الله له استطاع أن ينشر العلم فحقق الأمن الفكري. فتجد أن الناس ولله الحمد إلى يومنا هذا انتشر فيهم العلم وعرفوا حقوقهم فطالبوا بها وعرفوا ما الواجبات التي عليهم فأدوها، وإن من ثمرة العلم أن يعلم العبد أن هذه الدنيا قصيرة وأنه مهما عمر فيها ومهما مكن فيها فإن الفاجر يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وأن أولياء الله يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.